بعد أكثر من 3 أشهر على الضربات الجوية على داعش، هل العمليات البرية ستخدم التحالف الدولي أم ستعيقه؟ هل تمديد المفاوضات النووية الإيرانية هو نجاح لطهران وفشل للسياسة الأمريكية؟ هل تراجع أسعار النفط وفصل من كباش الحرب الباردة أم شرارة لاندلاع حرب ساخنة؟ أهلا وسهلا أستاذ مصطفى فحص، الكاتب في الشؤون الإقليمية والدولية. لو سمحت أستاذ مصطفى، خلينا نبلش بالحملة الدولية على الإرهاب. بعد 3 أشهر يقول الأمريكيون أنهم نجحوا في تطويق هذه تطويق داعش إذا جاز التعبير، وهناك دعوات مثل أردوغان يدعو إلى قوات برية بضوء أنه هذه العمليات الجوية لن تجدي نفعا. ليش بعد 3 أشهر؟ يعني ما بعرف إذا كان في تطويق، يعني هل نجح التحالف في تطويق داعش؟ مساء الخير فادي. ما يتحدث عنه المسؤولون في الولايات المتحدة عن تطويق داعش أو انتصار محدود على داعش هو نسبي. لو أردنا أن ننظر ميدانيا لوجدنا أن مسلحي داعش تقدموا من مطار دير الزور في سوريا، وتقدموا واحتلوا، أعادوا احتلال أجزاء من مدينة بيجي في العراق. نعم. وبيجي لها خصوصية نفطية حيث واحدة من أكبر المصفات النفطية موجودة فيها، ومن أطراف في وحافظوا على سيطرتهم على أطراف مدينة تكريت. ما يعني أن وسيلة الطيران الحربي أو التحالف الجوي لضرب داعش حتى الآن لا يمكن استثماره كاستثمار لأجل الانتصار. ممكن تطويقه لكن تطويق محدود. هنا يتدخل العامل التركي التي تتحدثت عليه. لتركيا أو لأردوغان وفريقه وجهة نظر أخرى، يتتحدث عن جنود بريين من أجل دخول في المناطق التي تنسحب منها داعش تحت ضربات التحالف الجوي. وهنا يختلف أيضا، هل في العراق يختلف عن سوريا؟ نعم. وأولويات أردوغان سوريا، وبينما هناك أولويات أخرى عراقية. ولكن أردوغان لديه حدود 900 كيلومتر مع سوريا، هو شريك المعارضة السورية، ويتطلع إلى أن تكون الضربات الجوية إضافة إلى التدخل البري جزء أساسي من معركة إسقاط بشار الأسد. ولذلك هناك تردد في فهم لتفاهم موقف أردوغان، خصوصا زيارة بايدن الفاشلة إلى تركيا، ولم يصلوا إلى اتفاق أو اتفاق مبدئي حول مفهوم التدخل البري أو مفهوم المنطقة الحظر الجوي المنطقة العازلة. من هنا يمكن تقييم ما يقوم به التحالف الدولي ضد داعش حتى الآن بمستويات انتصارات أو تحسن نسبي وبسيط وقليل جدا. يعني شو ما الذي تحقق حتى اليوم؟ يعني كانوا عم بيقولوا عندك مقاربة منطقية وجغرافيا، يعني دير الزور بيجي وتكريت، يعني هذه مناطق يعني وصل إليها مجددا داعش. هم المشكلة حتى في أعضاء التحالف وأولوياتهم. تركيا حسمت أمرها وخرجت من التحالف باكرا. إيران لم تدخل أصلا. إيران بسبب الحسابات الأمريكية العربية والإقليمية بقت خارج التحالف، ولم لا مكان كان لها في التحالف مباشرة. ممكن هي تقوم بعملها في العراق مستقل. نعم. من هنا لهذه الأسباب عدة. هنا أن التناقضات داخل التحالف تقوم على الشكل الآتي: من سيستفيد من الأراضي التي سيتم انسحاب داعش منها؟ هل النظام السوري في سوريا أم رجال المعارضة في المناطق العراقية وهي مناطق سنية منطقة الموصل؟ فكمان هون من سيدخل إلى هذه المناطق؟ هل هي الميليشيات الشيعية مع الجيش العراقي الذي عليه علامات استفهام كبيرة من رجال العشائر ومن القيادات السنية في هذه المنطقة؟ هذا الخلل الديموغرافي يتوازى مع الخلل في العمليات العسكرية. التناقضات داخل التحالف لن تسمح حتى الآن بملء فراغ خروج داعش، ولذلك داعش تستفيد من مجموعة المتناقضات في التحالف الكبير ضد 60 دولة، ولكن مفعوله على الأرض بسيط جدا بسبب تناقضات جماعة التحالف. هل السيناريو في العراق مشابه للسيناريو في لا سوريا؟ لا أبدا، تختلف الأولويات بالأساس. هناك في سوريا في العراق حكومة جديدة مدعومة من كل الأقطاب الإقليميين والدوليين، وهذه المرة دعم عربي
متميز عن لم يكن هناك علاقة بين نور المالكي والعرب وخصوصا الخليجيين. الآن التركية والعرب والتحالف الدولي يقفون صفا واحد في دعم حيدر العبادي في دعم تحولاته. ومنذ أيام الآن تحديث عن نوع من الصحوات، لن يعود تكرار مأساة الصحوات، ولكن خصوصية سنية بعسكر سني لهذه المناطق لأنها سنية بسبب التمترس الطائفي الموجود في هذه المنطقة لن يسمح. يعني الصحوات هي التي ستسيطر على الآن؟ ليست صحوات، الآن قبائل سنية. القبائل السنية، أبناء القبائل السنية بشكل رسمي ضمن مؤسسات الدولة العراقية الأمنية العسكرية والأمنية ستكون مجندة، حوالي 100,000 عسكري سيكون جزءا من القوات المسلحة العراقية. هذا المشروع، وهم أبناء هذه المنطقة سيقومون بتطهيرها والحفاظ عليها وملء الفراغ، ولن يسمح للميليشيات الشيعية المدعومة من أطراف إقليمية وللجيش العراقي ولكن بنسب معينة، ليس بنسب معينة أو بمعنى السيطرة الكاملة. سيراعي الجيش العراقي خصوصيات هذه المنطقة هذه المناطق وسيترك أولوية الأمنية والحفاظ عليها لهذه الميليشيات التي لن تكون على طريقة الصحوات بل ستكون مؤسسة رسمية ذو طابع الاجتماعي السني التي لن يكون لها حساسيات مع البيئة الاجتماعية الموجودة هناك. وهذا ما سيحدث في سوريا إذا كان الخروج في سوريا. مين بده يحل مطرح الآن هذه الأزمة من. إذا خرجت هذه المناطق من الأساس رافضة لوجود ميليشيات الأسد وما تبقى من جيش عظيم وميليشيات المعارضة غير جاهزة والفصائل المعتدلة في المعارضة ضعيفة الآن مقابل النصرة. يعني لن يكون النصرة بديلا عن داعش، هذا أمر غير منطقي. والمنطق التركي يتحدث عن منطقة عازلة تحمي المعتدلين في المعارضة وقواتهم وتحافظ عليهم وتدريبهم وتطويرهم من أجل أن يقوموا بملء الفراغ الذي سيخلف عن خروج داعش من هذه المناطق. وأعتقد أن هذا سيناريو طويل لن يحدث بسهولة. طيب يعني بسوريا مين سيأخذ مكان داعش؟ ما هو قلنا أنه ليس من المنطقي أن تأخذ لا النظام ولا والمعارضة غير جاهزة. يبقى سيصبح هنا السيناريوين، أما الخيار التركي مع تعديله وتقوية فصائل المعارضة. بس الخيار التركي بده منطقة عازلة مع تعديله، مع أولويته، مع أولويات أمريكية على الأولويات. يعني اليوم أردوغان عم يحكي عن ضرورة القيام بعملية برية ضد داعش. الداعش لا تنتهي بدون عملية برية. ما يعني هل التركي اليوم مستعد للمشاركة بعملية برية في حال وهو يرفض حتى المشاركة لو كان بالتحالف. التركي في مشارك في عملية برية؟ هل تعتقد أن الظروف الأقليمية أو الأقليميين البارزين في هذه المنطقة استثني إيران حتى الآخرين هل سيسمحوا للتركي أن يتدخل ويحصل على حصة الأسد في هذه المعركة؟ طبعا. ما تناقضات التحالف وتناقضات خصوم النظام السوري وحلفائه كأكبر من تناقضات الآخرين ببعضهم. يعني السيناريو في سوريا لم ينضج بعد. أبدا لم ينضج بعد. هو حتى اليوم الكلام عن مشروع دمستورا أو مشروع الروسي أو التقارب الروسي السعودي هو ملء فراغ في الوقت الأمريكي الضائع. متخصص بحلب فقط يعني من دون غير ملء فراغ في الوقت الأمريكي الضائع. يعني ما في سيناريوهات نهائية، في محاولات استبدال مؤقت. لماذا تأخير بتدريب المعارضة المعتدلة السورية؟ هو من 2012 بعد إذ لم ينضج عند الولايات المتحدة كان مشروع خيار إسقاط النظام السوري السابق فينا نقول، ولكن البديل لم يكن جاهزا. هذا النظام لن يعود لا بشكل ولا من الأشكال، انتهى. الخيارات إنتاج البديل تأخرت لأسباب عديدة، منها عدم نضوج المعارضة، منها من كيف ستحكم سوريا، من الجغرافيا هنا مهمة في سوريا، أعني بالجغرافيا الجغرافيا التركية، السلام مع إسرائيل وحالة الجولان كمان بالنسبة للأولويات المتحدين مهمة، مستقبل العلاقة مع إيران والمفاوضات، وفي الآخر في الجغرافيا البعيدة اللي هن العرب السعوديين والمصريين، هل سيسمحوا للأتراك بهذا النفوذ الكبير في سوريا؟ من هنا يأتي التأخير في إسقاط النظام حتى تتبلور فكرة كاملة تعيد سوريا إلى سياقها المنطق الذي يمكن أن يتفق عليها. تحكي عن انتظار سقوط النظام وليس تقاسم السلطة. لا بالعكس، أنا عم أحكي عن تقاسم السلطة وتقاسم النفوذ في سوريا، لأن النظام هو نظام سابق. سوريا لن تعود كما كانت ولن تقسم، سيناريوهات أصبحت متعددة
لكن هناك نظام في نظام بغض النظر عن البقعة الجغرافية التي نظام، وهذا ما تبقى من هذا النظام المفروض المطلوب الآن الحفاظ عليه وليس الحفاظ على مجموعة الحاكمة، باعتبار أن دمشق عاصمة يجب أن تبقى لتدار منها المرحلة الانتقالية وينظر بمستقبل بشار الأسد الذي هو على الدول. ماذا اتفق بين مع المعلم في روسيا في زيارته الأخيرة؟ هناك تناقضات روسية، كلام مع اليوم كل يوم معاذ الخطيب كمان روسيا غير متمسكة بالأسد والمواليد يعني المعلم. هل روسيا تحضر معاذ الخطيب يعني يلي ظهر من المعارضة ويعني يشكل طرف ثالث؟ هو بالنهاية أحد أقطاب المعارضة عظيم وله لكن خصوصية شاملة، تم الاستغناء عنه. هو خرج بسبب خلافات المعارضة السورية اللي هي كانت مشغولة بإسقاط بعضها أكثر من إسقاط بشار الأسد، خصوصا الطبقة السياسية فيها. معاذ الخطيب له حساسية شامية، له بعد اجتماعي بالشام كونه رجل دين وكونه من عائلة كتير محافظة، يعني له خصوصياته بهذا الموضوع، وما كان بالمعنى ما بدي أقول ما كان ناجح كتير، ولكن لم يترك ذاكرة سلبية كبيرة أثناء وجوده بالائتلاف. وهو خارج الائتلاف المعارض الآن يتعامل مع الروس من منطلقه، منطلق ما يمثله، لكن ليس من منطلق رسمي ما تمثله المعارضة السورية الموجودة بالائتلاف. هذا رهان لن يستمر ولن ينجح بسبب أن الاعتراف الرسمي الآن بالائتلاف هو الممثل الشرعي والوحيد للمعارضة السورية رغم فشله الذريع. ولكن معاذ الخطيب أيضا يلعب في الوقت الضائع الأمريكي العربي الإقليمي في سوريا، ولن يصل إلى نتيجة لأن لا يوجد تغطية فعلية وجدية للمشروع الروسي المتناقض الذي لم يحسم أموره بعد حتى الآن في مستقبل بشار الأسد. هل لدى روسيا القدرة على إزاحة بشار الأسد؟ هل لها قدرة على تطبيق جنيف واحد بحذافيره ولو بمرحلة انتقالية بعد 6 أشهر؟ كيف ستحفظ شكل النظام؟ التناقض الإيراني الروسي في هذه النقطة، إيران تعتمد على بشار الأسد إما لضرورة بقائها في سوريا إما لضرورات المفاوضات النووية والتسويات. فهنا يدخل تناقض روسي إيراني كبير على موضوع بشار الأسد. تصبح النتيجة أن مشروع ديمستولا ومشروع وليد المعلم معاذ الخطيب في موسكو غير قابل للتطبيق، ونحن أمام إذا بدك صورة غير واضحة في سوريا. نحن يعني بلعبة كسب الوقت، الجميع يكسب الوقت. أكيد بدي أطرح هذا السؤال، لمصلحة من عملية كسب الوقت ربح الوقت لصالح مين؟ هو أبلن أنداش النظام يستفيد. النظام ليس نظاما بمعنى النظام، النظام هو فرقة إيرانية. خلينا نحكي بشار الأسد، حجم التي تستفيد منه طهران أين في مفاوضاتها النووية؟ ورقة تقدمها تتنازل فيها نسبيا أو تتنازل فيها كليا، تقدمها تأخرها حسب أولوياتها في مفاوضات. بالنسبة لروسيا أيضا مع هبوط أسعار النفط والتقارب مع المملكة العربية السعودية أصبحت نظام بشار الأسد ورقة قابلة للنقاش رغم كل الخطابات اللي بتسمعها برا. هذه دول ومصالح دول، التسويات ليس فيها محرمات، فيصبح التسوية جدية على النظام ورأس النظام في اللحظة المناسبة التي تصنعها الآن أسعار النفط وتصنعها المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتصنعها التقارب الروسي السعودي. هذه هي الأولويات. طيب ماذا يعني بالتفصيل لو سمحت، يعني جيمس تيري يعلن الاستعداد لنشر حوالي 1500 عنصر في العراق لمساعدة بغداد على محاربة المتطرفين أو خبراء مش عسكر بالشكل ماشي بالشكل. هذا شيء رمزي ضروري بالآن في بغداد، وقال أنه من التحالف. طب من هن أعضاء التحالف؟ هل سيروح، هل سيذهب إلى هناك سعوديين وإماراتيين وقطريين؟ المطلوب أن يذهبوا، أن يتركوا. إذا كان عندهم خلاف على العراق مع الإيرانيين، إذا كان في وعي عربي حقيقي لضرورة استعادة العراق ولكن بنسب كمان إلى الحاضرة العربية، أو مساعدة حيدر العبادي الذي لم يأتي برضا إيراني كامل إلى 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 السلطة في العراق، عليهم أن يذهبوا ويكونوا جزء من المساعد، أو لو استشاريين شكليين عليهم أن يذهبوا إلى هناك. ولكن أعتقد أن الكلام الأمريكي مستعجل أو تلميح جديد، بما أن المشروع الأمريكي الجديد
يمضي في العراق يمضي قدما وبقوة، وأن هناك تقبل إقليمي ودولي لهذا المشروع وهو مدعوم، وأن 1500 خبير سيذهبون. هذه رسالة، ممكن رسالة بسيطة مقابل الرسالة F-4 الإيرانية التي قالت بضرب بعض قواعد داعش في العراق. عظيم. إذا أخذنا 3 أشهر وكلام أمريكي أنه نحن استطعنا تطويق داعش ولم يستطيعوا، يعني عم نحكي أنه مظبوط، يعني مطار دير الزور سقط، بيجي المنطقة النفطية إضافة إلى تكريت، يعني هذه حرب طويلة الأمد. يعني صحيح أنك تأخذ 30 سنة، نحن ما عم نحكي استراتيجيا عسكريا، يمكن هن عم بفتشوا على محاربة هذه العقيدة، والعقيدة اليوم العقيدة الإرهاب ما خلقت هلأ، هي مجموعة تراكمات. بالضبط، مجموعة تراكمات. وشو سبب الفعل؟ الشيخ رفسنجاني رئيس الإيران السابق كان شجاع عندما قال نحن شاركنا في حوالي 2 أو 3 أسابيع في صناعة داعش وطالبان سياسات إيران. سببه السؤال مش سياسات، كمان بجل حطه كمان بسياسات إيران، عم بيحمل المسؤولية لكل الطرفين. نحن نعيش أمام جهادية أصولية أو جهادية سلفية سنية وجهادية أصولية شيعية، طرفين إقصائيين، طرفين متعصبين مذهبيا، عم يتحاربوا من أجل القضاء على لا يمكن القضاء على طرف من دون القضاء على الطرف الآخر. المطلوب عمل بالتوازي، احتواء داعش، احتواء الأصولية السلفية الجهادية السلفية السنية والأصولية الجهادية الشيعية. ساعتها 30 سنة بيصيروا 5 سنين. لا يمكن أن تتعامل مع أطراف سنية جهادية بدون أن تتعامل مع أطراف شيعية جهادية. هناك ميليشيات في العراق. مصطفى معلش بدي أطشك، وصل النائب وليد جنبلاط إلى ساحة رياض الصلح للقاء أهالي العسكري، ونحن ننتظر تصريح من النائب وليد جنبلاط الذي يرافقه الوزير وائل بوفاور. بيتر. إذن بانتظار أي تصريح من النائب وليد جنبلاط أو الوزير أبو فاعور ينضم إلي عبر بشكل مباشر الزميل حسين خريس. حسين يعطيك العافية. بده يحكي، الله يعافيك. يعني شو الجو؟ هل سيتحدث النائب وليد جنبلاط؟ خلوا خلص يحترموا. نعم، ولكن بداية ينبغي أن يجتمع مع أهالي المخطوفين العسكريين ثم يدلي بتصريح. بس نخلص. نعم. 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 وهذا ما قاله الوزير وائل أبو فاعور. عظيم. نعم، وهذا ما يقوله في هذه الأثناء. نعم، طبعا نشير إلى أنها الزيارة الأولى من نوعها على مستوى زعيم وطني في لبنان من زعماء الطوائف الموجودة. طبعا يعني لم يزر أهالي المخطوفين أي زعيم وطني سوى النائب وليد جنبلاط، أي زعيم من زعماء الطوائف أو رؤساء الأحزاب ذات الثقل الشعبي والرسمي سوى النائب وليد جنبلاط، والذي كان منذ البداية يعلن عبر تويتر على حسابه الخاص بأنه مع المقايضة ومع إنهاء هذا الملف. كان قد أعلن ذلك مرارا وتكرارا، حتى أنه كتب ذات مرة بأنه مستعد للذهاب هو شخصيا إلى عرسان ليفاوض من أجل إطلاق سراح العسكريين. في هذه الأثناء يطلبون منا العودة كي يجتمع النائب جنبلاط مع أهالي المخطوفين العسكريين ثم يدلي بتصريح.
نعم ربما سيدلي الوزير أبو وائل أبو فاعور بالتصريح نيابة عن النائب. حسين خريس لا شك سنعود إليك لاحقا في سياق هذه الحلقة في حال استجد أي شيء أو قرر النائب وليد جملاط أو الوزير بوفاعور التصريح بعد اجتماعهم مع الأهالي. خليني كفي معك أستاذ مصطفى. كنا عم نحكي عن الأدوار الروسي والسيناريوهات المنتظرة في إن كان في سوريا أو إن كان في العراق. بالروسي هناك تخبط، هناك إشكالية روسية إيرانية يعني متعلقة بمصلحة كل من الفريقين بهذا النظام، بنظام بشار الأسد. تفصيل. بالنسبة لروسيا، روسيا يقال عنها دولة عظمى، لكن هي الدولة تحمل صفة دولية بسبب صفة دولية أوكي. مش أكثر، ليست دولة عظمى بالمعنى الحقيقي للدول العظمى بسبب اقتصادها، بسبب المال، وضع السياسي العام، ولكن تحمل صفة دولية أنها يعوض في مجلس الأمن، ولكن لها أولويات. لا أحد يستطيع تجاوز الأمن القومي الروسي وما يسمى بالشرق القريب، أي لكن حتى الآن هذا ما يقلق روسيا بالفعل هو اتجاهان في المنطقة. الأول وهو مقلق جدا، روسيا الرابح الأكبر من المشروع النووي الإيراني عقود، وهي الأم الفعلية لهذا المشروع. بحال تمت الصفقة الإيرانية الأمريكية تخرج روسيا خارج إيران فعليا. إيران لإعادة البناء بحاجة إلى تقنية غربية. أسألك بعدين الصفقة عن الصفقة الأمريكية الروسية. تقنية أمريكية، رأس مال غربي، استثمارات غربية من أجل النهوض بالاقتصاد الإيراني. إذا كان فقط المشاريع النفطية من أجل النهوض بالحقول الإيرانية أو إعادة إنتاج النفط بحاجة إلى 350 مليار دولار. الاقتصاد على خلال 15 سنة، هل يؤمنهم هؤلاء المستثمر الروسي؟ أكيد لا. أولويات إيران، أولويات الشعب الإيراني هي أيضا غير روسية. من هنا يدخل القلق الروسي اتجاه إيران وعلاقتها بالولايات المتحدة، وتخرج إيران من الانحياز إلى روسيا إلى الاعتدال في مواقفها بين الروس والولايات المتحدة، فهذا يؤثر على الأمن القومي الروسي بدرجة. ومن هنا تدخل التناقضات. عندما تذهب إيران إلى الولايات المتحدة وتتعامل معها وتصبح علاقة وطيدة، ستتحول اللهجة واللغة الإيرانية. لن تأخذ إيران أو لن تحصل إيران على اتفاق مع الولايات المتحدة من دون تغيرات، لن أقول جذرية ولكن فعلية، في سياساتها الداخلية وفي سياساتها الخارجية. لن يكون مجانا هذا الاتفاق، وله أولويات وله نظم تأسيسية لمستقبل هذه المنطقة، يقوم أساسا على ما سوف تعطيه إيران للولايات المتحدة في المنطقة. ولا أحد يعتقد أن الولايات المتحدة ستعطي إيران، خلينا نحدد كل واحد بحجمه وقدرته وإمكانياته، يعني بدون هاي المبالغات بقدرة إيران. إيران دولة عندها أزمات المتراكمة وعندها أزمات المنطقة اللي أصبحت كانت بالأول إيجابية لصالحها، الآن أصبحت سلبية وتدفع فاتورة كبيرة بسبب تدخلاتها. من هون الروسي يراقب هذا الموضوع، والمكان والأزمة المباشرة بين الروسي والإيراني تذهب إلى دمشق. لماذا دمشق؟ لأن هناك أولويات عند الإيراني تعكس الأولويات عند الروسي. الروسي عنده أزمة بمستقبل بشار الأسد تختلف عن الأزمة مع الإيراني بمستقبل بشار الأسد. بالنسبة للروسي هي أزمة بمعناها بمعنى يعني فيك تقول بالمعنوي، لأنه إزاحة رئيس، وروسيا ترفض من الأساس فكرة الربيع العربي، لأنه خصوصا بعد ما صار بأوكرانيا، والآن يتوهموا أو يرفعوا أن ما حدث في أوكرانيا ممكن أن يحدث في موسكو، ففكرة إزاحة الرئيس ضمن ضغط دولي غير مقبولة. أما إزاحة الرئيس ضمن صفقة داخلية مرحلة انتقالية فتصبح مقبولة بالنسبة للروسي. بالنسبة للإيراني، نظام بشار الأسد، وبشار الأسد هو هرم مقلوب، النظام يقف على الرأس وليس على القواعد. إذا تمت إزاحة الرأس سقط الهرم. بالنسبة لإيران ولحلفاء الأسد، يعني أعطوا الصورة أن سوريا هي بشار الأسد، أعطوا أن الدفاع عن النظام هو الدفاع عن بشار الأسد، ابقاء بشار الأسد هنا وقعوا في الخطيئة التي ارتكبوها، بمعنى أن الأسد هو النظام وليس سوريا هي النظام. بمعنى أصبحت إزاحة الأسد
هي خسارة معنوية لإيران، وستتبعها خسارات متتالية داخل النظام. بمعنى إذا أنت قلت رأس الهرم أو وقع الهرم لأنه هرم مقلوب، ستتأرجح الأحجار التي الأعمدة التي تقوم عليها هذا النظام، وستذهب مع بشار الأسد. بينما في الموقف الروسي هو هرم جاهز، الأعمدة ستبقى، سيذهب النظام ومن يتبع إليها الذين يثيرون الحساسية. يعني في داعشيين النظام مثل ما بدأت تروح داعش بالنسبة للروسي ضمن مرحلة انتقالية. هنا تختلف الأولويات. السوري مقتنع بالسيناريو الروسي؟ هناك أبدا، هو مقتنع أبداً. هذا النظام مقتنع ببقائه، يعمل أي شيء لبقائه، وهذا سبع المستحيلات. والأهم استراتيجيا الذين بعض الذين كتبوا وحللوا بأن روسيا أصبحت من محور الممانعة، روسيا محكومة لمجموعة رجال أعمال يهود أغلبهم يملكون الجنسية الإسرائيلية، وهم يعرفون هذا جيدا. وعندما تصبح أولوية إسقاط النظام السوري موجودة عند الروسي، تصبح أولوياته إسرائيلية وليست إيرانية، يعني بما يفضله الإسرائيلي وليس بما يفضله الإيراني. وهون عمق الخلاف. عظيم. وفي عمق خلاف أيضا اليوم، كيري يدعو إسرائيل إلى انضمام إلى هذا التحالف لمكافحة داعش، يعني إسرائيل إلى جانب هذه الدول الذي أجهدت نفسها واشنطن للإتيان ب يعني هذا الحجم من الدول السنية لمحاربة هذا التنظيم. هيدا مرة جديدة مراوغة أمريكية أخرى، وهي دائما بالمحطات التاريخية المفصلية تحاول الولايات المتحدة، وخصوصا هكذا إدارة عاجزة، من إدخال العامل الإسرائيلي في لحظات ضعف عربي كبيرة من أجل إنجاح تسوية فلسطينية إسرائيلية أو إنجاح عملية السلام وإعادة الروح لعملية السلام في لحظة تعتبر فيها الولايات المتحدة أن العرب هم اليوم في عمق أزمتهم وبحاجة إليها بحاجة إليها، فيدخل هذا العامل هم. ولكن ما أنت قلت كلمة أنه هذا عامل سني لم يستطع أن يتقبل إيران، هل يستطيع أن يتقبل إسرائيل؟ هذا صعب، وهذا كلام تفجيري آخر واستفزازي من كيري، أو سذاجة، ولكن معروفة هذه الإدارة بالسذاجة الكبيرة، يعني في إطار السذاجة، في إطار السذاجة الأمريكية. والرسائل هي رسالة ساذجة، هي رسالة إلى العرب أن إسرائيل ستكون شريكتكم، وهذه الشراكة ستكون من السذاجة أكثر، أن ستذهب إلى نقاط أخرى. يلوح، ممكن يكون عم بلوح أنه كمان إذا أنتم عندكم خلاف مع إيران فأصبح إسرائيل هي جزء من هذه من هذه الأزمة مع إيران، ولكن رسالة ساذجة. عظيم. لو سمعت خليني توقف مع بريك قصير مشاهدينا الكرام، بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي الأستاذ مصطفى فاحس، الكاتب في الشؤون الإقليمية والدولية. وأنتقل مباشرة، بل أعود إلى ساحة رياض الصلع، ومعي من هناك الزميل حسين خريس. حسين، تفضل. النائب وليد جملاط يؤكد مرة جديدة على أهمية المقايضة، شو في عندك من تفاصيل؟ نعم، كان قد اجتمع لدقائق معدودات مع أهالي المخطوفين العسكريين، وعندما انتهى اجتماعه مع الأهالي أكد فقط للإعلام بأنه مع المقايضة، وبأن موقفه هو موقف الرئيس نبيه بري بالنسبة إلى المقايضة. هذه هي الكلمات القليلة التي قالها النائب وليد جنبلاط، ثم غادر منطقة رياض الصلح متجها نحو كليمونس، وكشف عن أن هيئة العلماء المسلمين سوف تزوره اليوم وسوف تلتقي به، وذلك أيضا استكمالا لجولة هيئة العلماء على الزعماء وعلى الأطراف السياسية في لبنان، وأيضا للبحث في هذا الملف وإمكان إعادة ملف التفاوض إلى ساحة الأحداث. كنا قد سألنا النائب وليد جنبلاط عن الخيارات المتاحة، لماذا لا تستعمل وهي خيارات مفتوحة ومتاحة ويتفق عليها كل الأطراف اللبنانيين، لكنه لم يجب على هذا السؤال، اكتفى فقط بالقول بأنه نعم. مع المقايضة. نعم حسين خريس، شكرا جزيلا لك. بانتظار المقايضات، ما راح نفوتك، علما انه هذا ملف شائك له علاقه من حق اهالي بالوضع الاقليمي، حال اهالي الجنود ان يطالبوا بالمقايضه وبلا مزايدات على هيدي الناس، على عواطفها،
كل الدول قايضية، الدول الكبرى من الولايات المتحدة لفرنسا، كان عندها صحفيين، كان عندها وجهاء بهذه الدول اللي كانت تتم فيها هذا الخطف، بيتعاملوا مع مجموعات إرهابية يقايضوا يدفعوا فلوس ويطلعوا محرريهم ويطلعوا أسراهم. ليش بس وصلت لعند الجنود اللبنانيين؟ صار بعض الأبواق تقول إنه ما هو جندي، لأنه جندي شوكي كأنه مش شرطي بلدية، يعني متوقع إنه يستشير ويتقطع عنه الخطف. لما بيكون في دولة بتحترم الجندي وبتعطيه أو وبتحميه ولا يحميها ولا تعطيه كل الإمكانيات ليدافع عن هذا الوطن، ساعتها يحكوا عن دور العسكري. ولكن إذا كانت بهذه الظروف، من حق أهالي الجنود المخطوفين أو المأسورين أن يطالبوا بمقايضة بأي ثمن من الأسماء وبدون مزايدة. لا، في أسماء يعني عم يخسر لبنان، يعني حرام يعني الشهيد الأخير علي البزال معنويات الدولة ومعنويات الجيش، وهو الجنود شو مفكرين حالا شرطة سير؟ لا، هاو الجنود عندهم أهل وأهلهم بحبون وبدون يهم يرجعوا لعندهم. بلا مزايدة عليهم، اللي فشل المفاوضات بيعرف حاله ليش فشلها. لن يذهب من حدا من الحكومة إلى النظام السوري اللي يفوضه. صعبة هيدا، صعب الطريق الحكومة على النظام السوري مقطوع على لم تأتي. ليش مقطوع؟ علما انه الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية بدل السلطة السياسية، في سلطة امنية عم تنجح مفاوضاته وخلوها تكفي. ليش لما فاوضوا الايرانيين على 48 شخص، فاوضوا مفاوضوا ارهابيين بسوريا ودفعوا لهم مصاري وطلعوا اكثر من 1000 سجين سوري، ومع العلم كان في عند المعارضة عدد كبير من الاسرى للنظام، ما طلبوا فيهم ولا النظام السوري طلب فيهم، تركهم للمعارضة ما بديون. كانت الأولوية يخلصوا 48 إيراني. هل انكسرت هيبة الدولة الإيرانية وقت طلعت مواطنينا وفاوضت إرهابيين؟ حجم زايد عظيم. إن شاء الله تنجح مبدأ المقايضة ويرجعوا هؤلاء الأسرى إلى زويهم. خلينا نكفي لو سمحت السيد مصطفى. ب 24 الشهر الماضي كان في الموعد، موعد الاستحقاق الأساسي فيما يتعلق بالتفاوض الإيراني مع الدول 5+1 مع ألمانيا، و يعني لم تفشل ولم تنجح، ذهبنا إلى تمديد 7 أشهر إضافية. ما معنى هذا التمديد؟ لمصلحة من هذا التمديد؟ أهم شيء بهذا التمديد أن الطرفان وخصوصا إيران متمسكة باستمرار المفاوضات ومتمسكة بالعلاقة مع الولايات المتحدة. اللافت انه اول من اعلن عن تمديد اذا بتتذكر قبل ما يخلص، لو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما بدها استمرار العلاقة مع الولايات المتحدة كانت بتقول نحن انسحبنا وسنعود الى ما كنا عليه ما قبل اتفاق المبدأ في جنيف من حوالي 6-7 أشهر اللي صار اتفاق المبدأ الاول. ولكن سارعوا وأسوأ يعني تمسكهم باستمرار الاتفاق المبدئي، وهذا تمسك بالعلاقة مع الولايات المتحدة على أمل أن تتحسن وتصل إلى البر المطلوب إيرانيا وفق ما يفكر الطرف الإيراني. وهناك طرف أمريكي وطرف غربي وطرف أوروبي وطرف عربي يفكر لديه أولويات أخرى. التمسك الإيراني له عدة أسباب. أولا، لا يوجد طرف داخل طهران من مراكز القوى يتحمل مسؤولية إفشال المفاوضات، كما لا يوجد طرف في إيران حاليا يتحمل مسؤولية القيام بخطوة جبارة تنازلية ينجح هذه المفاوضات ويوصل إلى اتفاق النهائي. من هنا كانت أولوية المرشد السيد علي خامنئي استمرار المفاوضات وحتى حماية الفريق المفاوض، لأن هو غير مستعد السيد علي خامنئي على ما يبدو أن يتجرع كأس السم الذي جرعه بعض أطراف النظام الإيراني للإمام الخميني الراحل أثناء الحرب الإيرانية العراقية، بعدما قدموا تقارير لم تكن صحيحة عن وضع الجبهة الإيرانية، واضطر الإمام الخميني وقتها إلى القبول بوقف إطلاق النار أو اتفاقية الإيقان. فهذا هنا من هنا. ولكن ما يحدث في إيران الآن، هناك طرف معتدل داخل الطيار الإصلاحي، أنتج الطيار الإصلاحي طرف معتدل أو دعمه ودخل معه في اتفاق، هو يمثل ثلاثي رفسنجاني روحاني ظريف، والآن بانتظار أن يخرج من المجموعة المحافظة في إيران طرف معتدل يتلاقى مع هذه المجموعة من أجل إنجاز اتفاق إيراني أمريكي. إذا لم يستطع المحافظين الإيرانيين الاتفاق، سيتسبب ذلك بهزة كبيرة داخل النظام الإيراني، وسبب هذه الهزة أو سبب هذا التضعضع داخل أروقة النظام وصناع القرار فيه يعود إلى صراعاتهم الداخلية وإلى أن إلى
نهاية أحدهم، بمعنى لم يعد أحد الأطراف يملك كل هذا النفوذ داخل النظام إذا تم الاتفاق مع الولايات المتحدة. يعني الإيراني هو المستفيد الأول من هذا التمديد؟ أكيد الإيراني المستفيد من هذا التمديد، ولكن هذا تمديد لاستنزافه أيضا، لأنه هذا صراع الدولي. هذا الولايات المتحدة والغرب يراقب ما يحدث في إيران، مدد لاستمرار. لكن الأمريكي أيضا مستعجل إلى أي الاتفاق. أمريكي؟ انتبه، نحن عنا كذا أمريكي. نحن عم نحكي أمريكي أوباما، يعني أوباما اليوم لا يريد أن ينهي ولايته قبل تحقيق أي مكسب. أعتقد أن طموحات أوباما سيعرقلها الكونغرس وتعرقلها مع وصول الجمهوريين. وستتعرقل في باريس، ستتعرقل يعني في الرياض. يعني أنه أوباما اليوم مستفيد من التمديد. مستفيد أيضا من الطرفان يستفيدان، الطرف الإيراني يستفيد، ولكن هو استمرار لاستنزافه خارجيا في المعارك التي يخوضها على مستوى الإقليم، واستمرار إلى استمرار دفع جديد لخروج التناقضات الإيرانية الداخلية، والآن الدخول الأولويات الاقتصادية مع هبوط سعر الدولار، سعر البرميل النفط. طيب، مع وصول الجمهوريين إلى الكلمة الفصل بالكونغرس بشكل عام، إلى أي مدى ستؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة؟ إن لم يجبر أوباما على أخذ بعين الاعتبار مواقف الكونغرس، هو سيتم تعطيله، لأنه أيضا هو سيجبر في على أي جبهة بده يعطل؟ على عدة جبهات، على كل الجبهات الداخلية. هل تتغير مثلا استراتيجية أوباما إذا لن يستطيع الكونغرس تغيير إجبار أوباما على تغيير استراتيجيته؟ سيعتمد تعطيل أوباما في تنفيذ استراتيجية أوباما، يعني قدرة التعطيل عند الطرفين. فالآن أمريكا معطلة، فيها سياستين خارجية ستجبر كل طرف، سيجبر الآخر على عدم تنفيذ مشروعه، يعني تعطيل. قد يكون هذا ما يعني أطاح بوزير الدفاع السابق. هناك عدة سيناريوهات لحد الآن لم تكن واضحة بإسقاط شيك هيجل. الأغلب هو الفشل في العلاقة، في الفشل في مشروع سوريا، في المشروع السوري أو الرؤية الأمريكية لسوريا. الاثنان الطرفان، الرئيس والوزير دفاعه، كل واحد بيحمل مسؤولية الفشل، كل واحد عنده نظرة، عنده وحملوا مسؤولية الفشل كل واحد. طبعا أوباما الرئيس فهو صاحب القرار، يستطيع استبعاد هيجل. والمرحلة الثانية هي داعش وطريقة التعاطي مع داعش، وفشلت فيها الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية، فكان الكبش هو هيجل وزير الدفاع. بعد عندي سؤال بهذا الإطار، هل تتغير الاستراتيجية الأمريكية الجديدة؟ أوباما لن يتغير. أوباما بعد عنده سنتين. وهيدي المشكلة، هيدا الفراغ التي تحاول روسيا المفلسة تقريبا في ملء الفراغ، وتحاول المملكة العربية السعودية من خلال أزمة النفط أن تملأ الفراغ من خلال تشكيل مجموعة عربية موحدة تسندها مصر من أجل ملء فراغ مؤقت في المنطقة، إلى أن يستطيع الكونغرس أن يحسم خياراته، أو أوباما يبدل في أولوياته. ولكن استبعد عم تقول المفلسة روسيا اليوم مع هبوط أسعار النفط إلى 60 دولار، يعني هي ربما تكون المتضرر الأساسي. يعني من يتحكم إذا جاز التعبير بهذه الأسعار؟ هل التحكم بأسعار النفط للضغط على روسيا؟ هل الاستهداف هو روسيا برأيك؟ هلا في كتير مجموعة من وجهات النظر اللي عم بتقول انه تم استهداف روسيا وإيران. رجعنا للتاريخ، أزمة النفط سنة 85-86 اللي كانت سبب أحد، يعني سبب غير مباشر فيها هو المملكة العربية السعودية اللي وقتها فاتت رفضت خفض الإنتاج بأوبك أو رفع الأسعار، أدت إلى زيادة البآزق السوفيتية اللي كانت الخزينة متعبة وقتها بحرب أفغانستان، بصراع حرب النجوم وأولويات عسكرية ضخمة، سباق تسلح. وصلت سنة 88 أن الخزينة السوفيتية مفلسة، وسنة 89 صارت طابور الخبز بموسكو بالعاصمة يكون أكثر من 150 أو 200 شخص واقفين ليأخذوا بطنشك صغير ليأخذوا، بسبب حتى السلع الغذائية فقدت من الأسواق الروسية. وصلنا سنة 90 حتى ما كان في معاشات بالدولة، وطلب وقت غورباتشوف قرض سريع من هلمت كول حوالي 4 مليار دولار من أجل سدود الحاجات الخزينة الروسية، الخزينة السوفيتية. أنا ما بديش روح بالمقارنة التاريخية طويلا. الآن روسيا التي تحاول
كسبت القرم وخسرت أوكرانيا نهائيا. نعم. لن تعود أوكرانيا كما كانت. مع هبوط أسعار النفط تهبط أيضا أسعار الغاز. فالعصا الروسية التي كانت تلوح فيها لأوروبا انتهى، وأصبحت روسيا أصلا هي بحاجة إلى هذه العملة الصعبة لكي تسند خزينتها، فهي لا تستطيع أن تبتز أوروبا بأسعار الغاز أبدا، ولا تستطيع أصلا أن تبتز أوكرانيا الآن لأن العبور عبر أوكرانيا، إضافة إلى تعطيل خط يمال وتعطيل الاتفاقيات مع الصين بسبب الانخفاض الأخير ل 20 مليار. هذه كلها تأتي في جعبة كاملة أو سلة كاملة في إرهاق الخزينة الروسية. في العقل الإمبراطوري الجيوش تزحف على بطونها. إذا مش قادر تطعم عسكرك ما تفكر بالامتداد الإمبراطوري إليك. لا الروسي ولا الإيراني قدام سقف ما تحت الستين الآن للنفط يستطيع أن يحافظ على هذا الامتداد، الامتداد العسكري والاستراتيجي. يعني هذه المقاربة اللي عم تحكيها أنه وكأن المستهدف الأساسي هو الإمبراطورية الروسية. إمبراطورية عم نحكي إمبراطورية. إمبراطورية ما كان يحلم به بوتين بأن هناك إمبراطورية. وخطابه الأخير قدام الغرفتين الأولى والثانية مجلس الشيوخ والنواب كان استجدائي، يعني إنه شو ما ممكن أعمل كرمال إعادة دعم وتسهيل. لكن خفض مستوى سعر النفط يعني ببلش يضر. الخزينة الروسية النفط على 102. الإيران امبارح الروحاني عم يقول على 72 قدمها لخمسة للسنة الجاية، واليوم النفط ممكن قبل رأس السنة يلامس 60. يعني بعد رأس السنة بورصة موسكو قد ايه رح تكون؟ طب الدول التي تتحكم بالنفط بأسعار النفط قد ايه فيها تتحمل هذا الانخفاض؟ هذه الدول ما عندها مشاريع إمبراطورية وعندها مخزون، كل مخزون روسي 470 مليار دولار. يقال انه المخزون السعودي من العملة الصعبة 4700 مليار دولار. طيب هيدي بعد عندي دقيقتين بس، هيدي المراوحة كلها وعملية كسب الوقت يلي كنا عم نحكي عنها، إن كان على صعيد التفاوض الإيراني الدولي أو إن كان على صعيد النظام السوري، انعكاسه بدقيقتين على لبنان. نحن فايتين بهيدي المناورة، فايتين بعملية كسب الوقت، وشو عم بصير على الصعيد السياسي؟ نحن يبدو أن المجتمع الدولي مصر على عدم إدخالنا بالأتون الحرب السورية، فالحفاظ على الاستقرار اللبناني، ويبدو أن الطرفين المعارضة والنظام في سوريا بحاجة إلى مطار بيروت وإلى مدينة بيروت والحياة فيها لكل الطرفين، فكمان برضو أنه في حدا عم بيحافظ على أمن لبنان وعدم دخوله بالفوضى. وبعتقد أنه في مشروع فرنسي على هامش المفاوضات الإيرانية الأمريكية اللي حتبلش بمسقط أو بجنيف قد شهر 3 يمكن يكون في رئيس جمهورية. قبل شهر 3 بيكون في شهر، بين شهر 2 وشهر 3 يمكن يكون في رئيس يعني جمهورية. بلش الكلام الفرنسي للتسويق لرئيس التوافق إيران بعد نهاية المفاوضات. تصريح فرنسي رفيع المستوى بيقول على طهران أن تأتي وتكون مقتنعة بالتنازلات. بعتقد ممكن يكون أول مؤشرات التنازلات. وعند هذا المؤشر نحن بتنهي حلقتنا معك أستاذ مصطفى فحص الكاتب في الشؤون الإقليمية والدولية. أنا بشكرك وأهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج، اللقاء يتجدد في الغد، إلى اللقاء. شكرا.